مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، علما بأن المملكة ستشهد المناطق الشمالية منها أجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، مع تكون السقية وحدوث الانجماد أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية وأقصى المناطق الشمالية. لكن بقية مناطق المملكة الوسطى والجنوبية ستكون الأجواء لطيفة نهارا ولكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد تكون الأجواء في المناطق الشمالية باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، وهناك احتمال لتشكل السقية وحدوث الانجماد في المناطق الشمالية من المملكة. المناطق الشمالية الغربية العظمى 15 والصغرى 5، المناطق الشمالية الشرقية 14 إلى 5، لكن المنطقة الوسطى الرياض أجواء لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرودة ليلا 28-15، المناطق الغربية 27-18، والمنطقة الشرقية 25-17، المنطقة الجنوبية الغربية 22-14 درجة مئوية. يوم الاثنين تبقى الأجواء باردة في النهار في المناطق الشمالية شديدة البرودة ليلا، في المناطق الشمالية الغربية 19-6، المناطق الشمالية الشرقية 13-6، لكن الرياض والمنطقة الوسطى لطيفة بالنهار تميل للبرودة ليلا 25-13، المنطقة الشرقية 24-17، والمنطقة الغربية 25-18 درجة، والمنطقة الجنوبية الغربية 22-14 درجة مئوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء بتكون أيضا الأجواء تقريبا باردة نسبيا في النهار باردة ليلا في المناطق الشمالية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 17 والصغرى 5، الشمالية الشرقية 10-5، المناطق الغربية 25-19، والمنطقة الوسطى 27-20، المنطقة الشرقية 24-17، والبادية الجنوبية الغربية 21-14 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لا يذكر، لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 16 والصغرى 4، المناطق الشمالية الشرقية 15-6، المنطقة الغربية 22-15، وأجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا، وأيضا الرياض 29-13 لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، والمنطقة الشرقية 29-16، والمنطقة الجنوبية الغربية 21-13 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا مع ارتفاع قليل على الحرارة في المناطق الشمالية، لكن تبقى أقل من المعدل وتبقى باردة نسبيا نهارا باردة ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 16 والصغرى 6، المناطق الشمالية الشرقية 15-8، والمنطقة الغربية 23-18 لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، والمنطقة الوسطى باردة لطيفة نهارا إلى باردة نسبيا وباردة نسبيا ليلا 20-13، المنطقة الشرقية تهب عليها رياح نشطة ومثيرة الغبار والأتربة أحيانا 21-16، والمنطقة الجنوبية الغربية 21-13 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا تبقى الأجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا في المناطق الشمالية من المملكة. الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 17 والصغرى 6، الشمالية الشرقية العظمى المتوقعة 15 والصغرى 4،
وفي المنطقة الوسطى تهب رياح نشطة تكون مثيرة الغبار والأتربة سواء في المنطقة الغربية وممكن الوسطى وأيضا الشرقية. والحرارات المتوقعة في المنطقة الغربية العظمى 26 والصغرى 20، ومنطقة الرياض 19 إلى 11، لطيفة نهارا إلى باردة نسبيا ولكنها باردة ليلا. والمنطقة الشرقية 20 إلى 14، والمنطقة الجنوبية الغربية 20 إلى 13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.